السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزل. يعني غادي نتكلموا على الانتقادات الأخرى التي طالت حسين عموتة بعد يعني إعلان عن رحيله، وزيد على ذلك وين ما خاطر النهار الاول كاع قالوا بلي بسبب مشكل عائلي الزوجة تاعو مريضة وكلش، بعد بانت يعني وين تطلع عموتة بعد تعاقده مع الجزيرة الإماراتي وين قال لك خطوة للوراء. لكن انا نعتبره بلي انسان ناجح، يعني حبس منا اخدم منا، هذوما المدربين الناجحين. لكن نقدر نقول لانه ناجح، مدرب ناجح، غادي ان شاء الله غوارديولا يعلن على الرحيل تاعو، غادي تسيب الناس متدابزه عليه. هادو هما المدربين، يعني ماشي هضره عليه في المواقع، وفي الواقع ما كان والو. يعني في الواقع هذا عموتة ولا اي مدرب يكون ناجح في الواقع، شوفوا ناجح يعني في الواقع، يعني كايدي في المواقع مساكين كبار، وفي الواقع ما كان والو. شوف كيفاش تبدل خاطر لا تسمع مدرب بيجي من مارسيل يخرج لك بطمين من الهيها يقول لك صاي منتخب اوروبي بيلعب تشامبيون، بيلعب اوروبا كوب دورو كاس امم اوروبا، راه صايك راه معاه حتى وين يخرج مدرب يكذبهم كاع، يقول لهم انا ما فاش ما ندير ضربه تاع مارسيل 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 مارسيل، بعد يوجدوا راهم موجدين. وكي يقول لك مارسيل راهم موجدين بلي غادي يحصلوا في المهدي بن عطيه، يقول لك مهدي بن عطيه وما بغاش. ايا بعد خرج المدرب هو كذبكم، ايا سكتوا كلش ما هضروش مساكين. فشو المدرب هذا ماغري عنده انتقادات ما عندوش انتقادات، لا يسهل فاستيلا خدام، يعني كان يخدم ب 40000 اورو، خدمته 40000 اورو وصل مع منتخب نهائي، لولا التحكيم كان غادي يديها الاردن، ماشي قطر كانت غادي، كان غادي يديها الاردن لولا التحكيم الذي ظلم الاردنيين في المباراه النهائيه هذه، باش يكون على بالكم. كان يخدم ب 40000 اورو، بعد راح ضروك راح النادي راه يدي قلت لك اورو 40000 دولار، ومن بعد راح سنيه في الجزيره الاماراتيه، يعني سنويا طيحت له 3 ملايين وشي دولار. شوف كيفاش يعني خدمته هي اللي تجيب له الاموال، ماشي الهيصر يجيب له الاموال، ما عندوش هيصر هذا، هذا عنده راسه والميدان. قضب منتخب اللي بدا معاه بالخساره بسته لصفر، من بعد وصله العالميه نهائي الدور الفاصل حاسم كاس العالم، ومخليه مكاليفي كاس اسيا 2027 في السعوديه. عندك ما تنتقل فيه، خليتهم لكم انا خليتها لك كما يقول لك فيرما بها بقريها، فيرما بها بقريها. منتخب واجد مخدوم واجد، اذا بالطريق برك ما تغلطش في الطريق، هذه هي. احنا تشوف المنتخب الوطني الجزائري بعد خروجه امام موريتانيا منتخب متاهل، هي عندك رانا ملاح رانا ملاح، روحنا جبنا 3 بوا من برا رانا ملاح رانا ملاح. برومي ماتش تاعنا درنا ماتشين مع بوليفيا، ربحنا بوليفيا ودرنا ماتشين مع منتخب لعب نصف نهائي، رانا ملاح هذاك كيف يعني. قول مزيه قول مزيه، عندنا اللعابه رانا ملاح، منتخب واحد اخر ما يقدرش يروحوا كاع، خاطش على الناس اللي خدموا هذه الخدمه باش ما يقدرش يروحوا، باش يقعدوا يعني الهيصر يعيطوا على سماوات برك توحوا هذا مكان. ومباشرة بعد إعلان النادي الإماراتي عن تعاقده مع عموتة انهالت انتقادات على المدرب المغربي، إذ رأى الكثيرون أن عموتة قام بخطوات نحو الخلف بعدما كان يشرف في الوقت السابق على المنتخب الأردني الذي كان ينافس على التأهل إلى المونديال، إذ التأهل إلى الدور الحاسم من التصفيات قبل أن يوقع على عقد تدريبي جديد للجزيرة الإماراتية، والذي أنهى موسم في المركز الثامن للدوري الإماراتي.
وين يعتقد الكثيرون أن عموته سقط أيضا في فخ التناقض حين برر رحيله عن تدريب المنتخب الإماراتي بأسباب عائلية تفرض عليه الاستقرار في المغرب قبل أن يوقع على عقد تدريب جزيرة الإمارات عكس ما كان قد خرج به من تصريحات وتبريرات لفسخ عقده مع الاتحاد الأردني لكرة القدم. يبدو هو راه مرتاح في حياته. قال لك علاه خرج من الأردن. أنا أقول لك كاين واحد الماثل شا يقول لك ما يعرف شا كاين في لابيسين اللي عام فيها برك اللي يعرفها يعرف شا كاين في ديك لابيسين اللي عام في وسطها. ما تنجمش تعرف ما تنجمش تروح انت تعرف شا كاين شا كاين. ناس غالطة أخويا. وراه عارف راه عارف بالك راه عارف بالك عارف خير منك ما تعرفش. ما كاش ما يبغيش يروح يلعب كوب دي موند ما كاش سبحان الله. هذه هي وزيد وين تعميم ناعمي وين هذا نعيمات الى وين راه رايح فانيك الجزيرة الإماراتية بعد طلب من المدرب الجديد حسين عمودة كل التوفيق لهم في الجزيرة وننتظر إبداع كما كان في المنتخب الأردني. يعني مدرب يعني ناشط مدرب خدام مدرب يعني تاكل على روحه ما راحش يكذب منتخب واجد ولا نادي واجد. شوف نادي الجزيرة الإماراتي وين كلاسا الويتيام الموسم الماضي يعني تاكل على روحها على ربي وعلى روحها يعني. هذه هي الناس اللي تخدم خويا الناس تخدم خويا الناس ما ترقدش. الناس هي تخدم هادو هما خويا. الهضره كون جات الهضره والله وجدت على الهضرة. ما جاتش الهضرة ولدي. يا ما جات على الهضره جات خدمه كوجا المواقع كوجا المواقع وجاو الاعلام يعني يجيبوا القاب ويجيبوا كاين شي مدربي كره من الدين والالقاب يطيحوا عليهم. انا نقول لكم اي مدربي كره من الدين كره الناس راهي في العلالي كما يقول لك عاجبين ناس اهلاول يا ودي والله لا بدات يتخمنها اخويا راه ماشي ساهله خويا. لازم لها خدمه ولازم لها مواليها ولازم لها بزاف صوالح باش تقول نجحت. ماشي غير هاك لازم تخدم لازم تتعب. ناس تعبت ناس خدمت. وهذا مدرب مثل هاك تشوف مثل للمدربين العرب وشمال افريقيا. ما جاش تا كوافير يهدر عليك ولا جات واحد مهرج يهدر عليك باش يطلعك. خدمتك والريشه عندك عندي الناس فاقد صحيح هم يعرفوا اللي يخدم واللي ما يخدمش. هذه هي ما تنساوش عطونا جيم كومنتير
بارطاجونا لي فيديو، ما تنساوش ثاني تفعيل الجرس، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله.